السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بطباع مانجا ون بي 782. قبل لا نبدأ ونحرق على الناس لازم نعيد نأكد على عشاق الأنمي، إذا أنتم متابعين أنمي ون بيس في الحلقة هذه هنتكلم عن أحداث صدرت في مانجا ون بيس لم تصدر حتى الآن في الأنمي. سكر الفيديو لأن أحسن لك وخلونا نبدأ. طبعا في الصفحة الأولى كالعادة جابوا لنا واتس إت مي مع بقية سي كينج مسوين احتفال قاعدين ياكلون، أنا ما أدري شنو ياكلون بالضبط. المهم إنه بالعربي نقدر نقول حاليا إن قصة جنبي في الأخير انتهت، اللي بيصير في الشابتر الجاي أو ممكن يجيب جنبي مغادر في الشابتر الجاي، ما ندري ايش اللي بيصير، ننتظر ونشوف. وندخل على الحماس، دوفلامينجو معصب ويقول حق لوفي ليش وقفت رجلي ورفع رجله مره ثانيه، كل اللي انا قاعد احاول اسويه اكسر راس لاو، وحاول يوجه ركله مره ثانيه لاو بس المره اضاف الهكي الرجله. لوفي رجع رجله على وراء واضاف عليها الهكي وركل رجل دوفلامينجو، وهنا صار تصادم بين هكي ملكي، يعني اثنين مضافين هكي تصلب برجولهم واثنين استخدموا الهكي الملكي في الضربه، فصار كلاش اوف هكي، يعني تصادم هكي ملكي طلع الشرار الى درجه ان لاو طار على جنب شوي. وهنا شخصيه تربل بصوتها المعتاد بيهيهي منصدم ان لوفي عنده حكي ملكي. مو بس تربل اللي انصدم، حتى لاو انصدم ان لوفي عنده الحكي الملكي. هنا على طول جابوا لنا فلاش باك ذكريات كنت انا اتمنى تتوضح من زمان، او توقعت ان هذا اللي صار من زمان واخيرا توضح لنا ان فعلا هذا اللي صار. هذه اللقطه من الذكريات جابوها بعد ما صار كان دوفلامينجو مع اخوه كوراسول معلقين على الجدار يبون يعدمون على شكل يعدمون من الناس. فجاه دوفلامينجو صرخ صرخ راح اقتلكم كلكم واغمى على الناس كلهم. تريبل كان موجود وشاف ان دوفلامينجو ايقظ قدره الهكي الملكي في ذيك اللحظه، وتو صغير طفل ب 7 و8 سنوات. فمن قبل 30 سنه في ذيك اللحظه تريبل والقاده الاربعه الاساسيين اللي هم بيكا ودوفلامينجو وفارغو اللي كان موجود مع المارينز، كان جاسوس مع المارينز في ذيك الفتره، هم الاوفيسرز الاربعه الاساسيين في جيش دوفلامينجو، هم اللي ضموا دوفلامينجو ودربوه من يوم انه صغير على كل فنون القتال ولبوا له كل رقباته. هنا تريبل قام يتكلم ويتفلسف على لوفي ان دوفلامينجو من يوم انه صغير انولد شيطان في جحيم، الوضع اللي انولد فيه او الظروف اللي انولد فيها انه كان من التين ريوبي من التنين السماويه وابوه تنازل عن منصبه ونزل، والظروف هذه كلها خلته شيطان مجنون، او زي ما سماه تريبل ديفل شامبيون بطل الشياطين. فجابوا شوي من الذكريات ان دوفلامينجو من يتعرض لاحد تريبل راح يقتله. يوم دوفلامينجو طاح في احد الشوارع مدينه ما زي ما انت راح حرق المدينه كلها عن بكره بيها، فربوه على الغرور، ربوه على الكبرياء، ربوه انك انت ملك، انت اللي راح تكون ملك البحار. ما ادري هم يقصدون انه راح يكون ملك القراصنه او ملك البحار او اعظم ملك مر في التاريخ، ما ادري ايش المقصود او الفكر اللي موجود عند تريبل للمنصب او المكان او الهيبه اللي المفروض يوصل لها دوفلامينجو، مع العلم انه جايبين دوفلامينجو خايف من كايدو، يعني كايدو اوريدي اعظم، بس هم خططوا منه في المستقبل بعد ما يصير هو ملك العالم السفلي وبرضه هو ملك ديسروزا وبرضه هو من تشيبيكاي وعارف سر حكومة العالم وكل هذه الأمور مع بعض متجمعة، في النهاية المفروض أن دوفلامينجو يوصل لمرحلة أنه يكون ملك البحار. نجي الحين لشرح الفايت اللي صار بين لوفي ودوفلامينجو. بعد ما لوفي ركل رجل دوفلامينجو تفوقت ركلة لوفي على رجل دوفلامينجو، لأن دوفلامينجو كان نازل ولوفي كان مفتر، فضربه ضربة بالجنب فطير رجله، كمل لوفي فرته بنفس الرجل اللي فيه الهكي ووجه الركله لوجه دوفلامينجو. هنا دوفلامينجو صد بيده، اضاف الهكي في يده وصد ركله لوفي، ولكن ركله لوفي كانت قويه الى درجه ان يد دوفلامينجو ارتجت، وكمل لوفي فرته مره ثانيه صار زي زنبور قاعد يفتر، وكمل لفته مره ثانيه وركله لدرجه انه طير يده الى الاعلى في الهواء، وكمل برضه فرته وركل دوفلامينجو في بطنه في الجنب في الصدر في الضلوع، وتألم دوفلامينجو الى الخلف. هنا لوفي استقل الموقف ان دوفلامينجو يتألم من الضربه فاضاف الهكي ليده ولكم وجه دوفلامينجو، لكمه في وجهه طيره، وطار لوفي على ورا استدار واضاف الهكي في يدين الثنتين ورفعهم لفوق وسمى ايجل بازوكا، هذا اول مره يستخدمها، بازوكا الصقر يعني بازوكا بس اضاف اليها الهكي، وجهها بكل قوته لدوفلامينجو، ولكن دوفلامينجو تفادى الهجمه قفز الى الاعلى. وهنا نجي نتكلم الى اقوى حركات القتال، انك تضيف الديفل فروت الى فاكهتك. دوفلامينجو يوم قفز اضاف الخيوط الى رجله، ركله رجله، اللي ما انتبه يرجع يطالع المانجا، اضاف الخيوط الى ركله رجله. وهنا نجي نتكلم عن اقوى انواع القتال، انك تضيف الهكي التصلب الى حركاتك، وفوق هذا تضيف هكي الملكي وتستخدم الدفل فروت حقك. هذا اللي سواه لوفي في ايجل بازوكا، لو ان الضربه دي اصابت دوفلامينجو كان دوفلامينجو سقط عرضا، ولكن دوفلامينجو قدر يتفاداها
وهنا دوفلامينجو أضاف برضو خيوطة إلى رجلة ووجه ركلة إلى لوفي اسمها خيوط الرجل القاطعة، أضاف الخيوط على الرجل وأضاف الهكي وهكي التصلب إلى الرجل وهكي الملك إلى الرجل، ووجه ركلة أسطورية إلى لوفي لدرجة أن لوفي استخدم هكي التصلب لصدر ضربة بدين الثنتين وما فادت، الضربة أصابتها وطلع منها دم، يعني الضربة أثرت فيه بقوة، طار لوفي إلى الخلف وجبناه زي اللي طلع من فوق القصر من قوة الركلة، ولكنه طلع في شيء زي اللزج اللي ما تبى اللقطة يروح يشوفها. هنا نقطة مهمة، أنا ما أدري هل دوفلامينجو تعمد يركل لوفي اتجاه تريبل أم أن تريبل تحرك وصار وراء لوفي عشان يتلقى لوفي. اللي حصل بالضبط إيش، مع أنه ما توضحت بس هذا اللي صار بالضبط، أنه يوم لوفي طار تريبل كان وراه، فدخل لوفي بداخل جسم تريبل وطار لين برا كأنه بيطير برا القصر، ولكنه رجع، ويوم رجع شاف روحه داخل جسم تريبل عالق داخل اللزوجة حقت تريبل ومو قادر يطلع ولا يتحرر منها. أتمنى إني توفقت في شرح المعركة بشكل واضح. فهنا تريبل قال لي حق دوفلامينجو أنا خلاص ثبت لوفي داخل جسمي، راح أنت اقتل لاو القذر. تريبل حاقد على لاو حق مو طبيعي. وهنا للمرة الألف أو المليون تتوضح لنا مدى حقارة تريبل ودوفلامينجو أسلوبهم في القتال. يعني تمسكون الشخص اللي يقدر يقاتلكم تثبتونه، وتروحون تهاجمون الشخص الضعيف اللي لا حول ولا قوة له مقدر يتحرك، ولكن لو ما كان بذيك الضعف أو السهولة أو على قولتهم لم يكن لقمة سائغة. إيش رأيكم بالتعبير الجميل هذا؟ فعلا دوفلامينجو توجه باتجاه لاو يبي يقتله، ولكن لاو تم يتكلم ويتحلطم على تريبل، وهنا استثار حفيظة تريبل لدرجة أن تريبل هاجمه. الحوار كان بكل بساطة أن تريبل قاعد يقول حق لاو إحنا ودوفلامينجو سواسي، إحنا اللي صنعناه، إحنا اللي سويناه، احنا نتعامل معه، يعني احنا التوب اوفيسرز الاربعة ودوفلامينجو الخامس كلنا سواسي، عائلة واحدة، ما نرضى على بعض، نحمي بعض، احنا صنعناه وموجهنا، احنا عايشين في حلمه. ولاو بكل بساطة يقول له لا انتم مجرد حثالة، مجرد بابتس، دوما قاعد يتحكم فيكم دوفلامينجو بيده. الحمد لله اني انا ما كنت واحد من الاوفيسرز وخدت مكان كورازون اللي كان قرصنة القلب، اللي بعد ما طلع فارغو وصار جاسوس كان المكان فارغ، فانضم كورازون وخذ دوفلامينجو صار مكان القلب. فلاو يقول الحمد لله اني انا ما كنت في الكرسي هذا وكنت احد الاوفيسرز الاربعه، لا كنت حر لحالي طليق وما انضميت لكم، انا اعتبركم انتم حثاله. وفعلا استثار حفيظه تريبل، وتريبل قام يصار معصب جدا. في لقطه مهمه قبل كذا ان لوفي حاول يتحرر من تريبل ووجه لكمات الى تريبل وخرج جسمه باستخدام الهكي، ومع ذلك ما تضرر تريبل. هذا الشيء بالبنط العريض يثبت لكم ان قدرة تريبل باراميشيا وليست لوكيا، لان لوفي قالها، قال لو انت لوكيا ليش ما تضررت رغم اني قاعد اوجه لك لكمات بالحكي. طبعا توضح هذا الشيء في نهاية الشابتر، بس خلنا اصبر واشرح لكم بالضبط ليش ما تضرر من اللكمات هذه. تريبل راح توجه لاو بعد ما اطلق عليه طلقات لزجة ثبتها في الارض ما يقدر يتحرك، وجاء واشعل العصا حقتها زي ولاعة، ولعها خلاص، قال انت تدري ان المخاط حقي او ايا كان اللزج حقه هذا يشتعل، يعني قابل للاشتعال، ينفجر، فبفجرك بحرقك. فباللحظة هذه دوفلامينجو كان يحذر تريبل يقول له لا تقترب من لاو، لاو سوى الروم حقتها، ترى انت دخلت مجاله، ولكن تريبل مصر الا انه هو اللي يقتل لاو لانه حقد عليه، استثار حفيظته زي ما قلنا. فرفع العصا حقتها تريبل يبي يطعن لاو في ثمه، يقول افتح ثمك خلني ادخل العصا حقتي في ثمك واقطع ثمك اسويك شاورما. وهنا جات افضل لقطه بالنسبه لي، الكلمه الاسطوريه اللي قالها لاو، قال انا كابتن وعندي طاقم، ما راح يكون لي وجه اقابل طاقمي اذا انا خليت لوفي قاتلكم اثنينكم، انت يا تريبل ودوفلامينجو لحالكم، لازم كفخر لي كقرصان ككابتن للسفينه وعندي طاقم اقضي على واحد منكم على الاقل اللي هو انت يا تريبل. وفعلا حرك صبيعه، وهنا جات الصدمه لتريبل لانه كان يظن تريبل انه مثبته ما يقدر يتحرك، ولكن نسى يثبت اليد المقطوعه حقت لاو اللي مشبوك فيها السيف، لا زال تحكم فيها لاو، جاب السيف وطعن تريبل في بطنه وخلى السيف يرقى زي المقص زي حركه النجمه، وسوى التقنية حقتها ستيربن واللي معناها سلاح الموت أو سيف الموت، وقصة قص من النص لفوق، هنا تقطع طلع منه دم، فانصدم لوفي كيف طلع منه دم وأنا مساعك تطق بالهكي وما تأثر. وبعدها اتضح لنا قدرة تريبل الحقيرة أن النافخ جسمه أساسا جسمه ضعيف جدا ومحدب محندب كذا،
مو قادر يوقف حتى بطوله من كثر ما هو شايب وعجوز، لان زي ما شفنا قبل 30 سنه كانوا اكبر واحد فيهم. وعلى الطاري ازيد شكل ضحكني في شكلهم صغار، بيكا شكله صغير صراحه، عبيط عبيط بكل ما تعني الكلمه. فظهره محندب من كثر ما هو شايب ومعجز، بس انه نافخ جسمه بقدرته، يعني طول ما هو واقف يسوي روحه متين عشان لو جات اي ضربه في الجنب ما تاثر فيه. يعني قدرته في الاساس باراميشيا لزج، ولكنه مستخدم قدرته على جسمه كله، مطلع لزوجه من جسمه كله، وعشان كذا سعابيله تصب من خشمه من كثر ما مطلع من جسمه طول الوقت. فالناس تظنه متين ولكن هو ضعيف جدا، فلذلك لو ضربته في النص فعلا بيتاثر. لوفي ما ضربه في النص، لو رجعت للصوره اللي قبل لوفي ضربه في الجنب منه، في الجنب منه، فما جات الضربه في جسمه الاساسي. فطالما انك مو قاعد تطق جسمه الاساسي، قاعد تطق قدرته اللي طلعت من جسمه، ومو لوكيا فما راح يتاثر. في شطحة بسيطة صارت هنا، جابوا لقطة ان كل الاقزام حسوا بشعور غريب يوم امطعن تريبل. انا مو عارف هل الشعور عشان تريبل كان مأثر عليهم بقدرة معينة، هل هم حسوا بشيء بس الاقزام حسوا فيه بقية الناس ما حسوا. جابوا كايروس يكلم ليو ويقول له ما بالك يا ليو، قال احس بشعور غريب او احس براحة غريبة. جابوا الاقزام اللي جنب فرانكي برضه يقولون نفس الشعور، مو عارفين شنو بالضبط. في اللحظة هذه فرانكي قال لهم انسوا الوضع، يلا بس ما دامنا دمرنا المصنع خلينا نهج قبل تخلص علينا القفص اكثر واكثر. فرجعت اللقطة على تريبل، وتريبل متقطع ميت، ودوفلامينجو معصب جدا ويقول له ايوه الاحمق، يعني انا حذرتك بس ما سمعت الكلام. وهنا قرر تريبل انه يعدم لوفي ولو معاه، يعني بفجر نفسي فيكم، مادتي اللزجة كلها مكبة علي وعليكم، والولاعة بيدي بقطها وبفجر. وفعلا طلع نار شرار كبير جدا وانتهى الشابتر هنا، ما ندري ايش اللي صار. اهم شيء بالنسبه لي في الشابتر هذا شغلتين، انه لو فعلا هزم تريبل فبقينا في لوفي يهزم دوفلامينجو، وانه سابو الى الان ما تدخل. هل سابو راح يتدخل في اللحظه هذه وينقذ لوفي وتريبل من النار بطريقه خاصه، انه يولع نار ويحميهم ويوقف النار بحاجز من النار من عنده؟ انا مو عارف. هل لوفي قدر يتحرر خذ لو هج من وسط الانفجار؟ ما ادري ايش اللي بيصير في الشابتر الجاي، ننتظر ونشوف. ولكن توقعي في الاساس القديم انه لو يهزم تريبل ولوفي يهزم دوفلامينجو اخيرا صار صحيح. اعجب جدا في الشابتر هذا بشخصيه لو وعدم استسلامه وسخريته، وشلون قدر يجذب تريبل لو، وشلون قدر يقضي على تريبل بذكاء وبقدرته. شخصيه صراحه روعه بكل ما تعني الكلمه. انا سعيد انه ما مات، متاكد انه ما راح يموت في الحدث هذا. وزي ما قلنا اميره الاقزام مانشيري موجوده تحت، راح ترقى وبتعالج، يمكن حتى تعالج يده وترجع طبيعيه، وراح يستمر الشخصيه دي لنهايه المسلسل. نقدر نقول حاليا ان كل الاوفيسر سقطوا، ما بقى الا دوفلامينجو فقط، ولوفي موجود وسابو جاي في الطريق. هل سابو راح يساعد لوفي ام لا؟ ما ادري. من وجهه نظري الشخصيه اتمنى 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 ان سابو ما يساعد لوفي. ليش؟ اولا ما ابي كرت سابو ينحرق في الحدث هذا، ثانيا صراحه اهان ان لوفي ما يقدر يهزم احد الشبكه بعد التدريب هذا كله الا بمساعده سابو. صحيح ان دوفلامينجو قذر وقاتل باسلوب قذر، وكان في اصابات اللوفي جات من بيلامي ومن تريبل ومن ومن ومن، ولكن ما ودي ان سابو يساعد. اتمنى ان لوفي يقدر يهزم دوفلامينجو بقدرته الوحده، واحس انه فعلا قادر كان يعني يتقاتل بتكافؤ مع دوفلامينجو لولا تدخل تريبل. كذا نصير وصلنا لنهايه طبعنا عن مانجا ون بيس. اتمنى انكم ما طولنا عليكم، لا تنسون الاشتراك في القناه، الضغط على زر الاعجاب اذا عجبك الفيديو، نشر الفيديو لاصحابك، ترك تعليقك توقعاتك ملاحظاتك على شابتر في مجال التعليقات تحت، ونشوفكم على خير.